في 2014 كنور وليبتون قالوا لا لإهدار الطعام، وبدأنا حملة كمل كارما، وقررنا نعمل فرق، وفطرنا 3000 صايم ومحتاج. وللسنة التانية كمل كرم كبرت بكرم المصريين، وعملنا أكبر سفرة كرم من قبل البحري. كل فكرة الحملة إن إحنا إزاي إن إحنا نقلل الويست اللي في الأكل، نقلل إهدار الطعام ده ونوصله للناس اللي محتاجينه. قررنا احنا كشركة يونيليفر متمثلة في منتج ليبتون وكنور فاين فودز ان احنا نطلق المبادرة دي، وهي رفع الوعي بعدم اهدار الطعام عن طريق اعادة تدويره واستخدامه مرة تانية او توزيعه للناس المحتاجة. كمل كرمك وصلت كل حتة، ومع الداد الخير المصريين شاركونا الكرم، لان كل منتج اشتروه كنور او ليبتون 1% من قيمته فطرت صايمين، ووصلنا لواحد ونص مليون صايم في يوم الكرم. الموضوع قلب بجد، فلا يجوز كلنا نكون قاعدين في بيوتنا بناكل وبنشرب واكلنا ما شاء الله يكفي غيرنا كتير جدا. الفائده ان احنا ممكن نكون موجودين في يوم زي دوت، ان احنا بجد نشجع الناس دي تفطر معانا، لان هم اهلنا من غيرهم ولا حاجه. فرصة ان انا اشكر كل القائمين على العمل الجميل اللي اسمه كمل كرمك. للشركات اللي زي ما بتشتغل بحماس عشان تكسب وعشان تبيع، بتشتغل برضو بحماس قوي علشان تحقق خير لكل الناس. انا بشكرهم وعايز كلنا نشكرهم مع بعض. احنا النهاردة 20 رمضان، بدأنا حملتنا 1 رمضان، وعايزة أقول لكم إن إحنا وصلنا الرقم من 3.5، أفطرنا 1.5 مليون صائم. كمل كرمك ما بقتش فكرة، وكبرنا بشركائنا. جي كمان الدور عليك إنك تساعدنا عشان نوصل لـ 3.5 مليون مصري محتاج. كمل كرمك، انشرها وحققها.